السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الجوية الإنذارية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من هذا المساء والأيام القادمة إن شاء الله. أمطار عاصفية متواصلة على المملكة ورياح قوية عاتية جدا إن شاء الله، وكذلك تساقطات ثلجية. فالمر مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا التفاصيل، ولا تنسوا دعم بارك الله فيكم إلى كذلك بالاشتراك بالقناة، وكذلك عمل لايك لهذا الفيديو لكي نصل إلى 100,000 مشترك إن شاء الله بحول الله، وشكرا لكم جزيل الشكر. يتوقع بإذن الله استمرار الأجواء الغير مستقرة على المملكة مع تساقطات مطرية وثلجية حاضرة وأمطار حاضرة على أوطات الحاج معتركة وميسورو سيدي ابن نور، وكذلك سكور مداز إفران ميدل تخنيفرة زوج الشيخ تنفيت مع تساقطات ثلجية على إملشيل، أمطار حاضرة على كرامة والريش وأسول وتساقطات حاضرة ثلجية على التباينت، أمطار حاضرة على بني ملال أزيلال أكادير بوعشيبة زوج الشيخ البروج ربما تكون على قلع السراغنة كذلك في الفترة بعد الزوال. والفترة المسائية أمطار حاضرة إن شاء الله قد تكون حتى سيدي بوعجمان ومراكش وكيمدن أمزميز إيمنجانوت أي داود وكذلك الشاو، مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية على أسوس وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. خلال الفترة الليلية يتوقع بإذن الله تشتد قوة هذه الأمطار وتتجه إلى المناطق أو الهضاب العليا الشرقية خصوصا على الرشيدية وكذلك كرامة والريش وأسول وتنفيت وميدلت مع تساقطات ثلجية على ميدلت وأمطار غزيرة جدا على وطات الحاج وكذلك معتركة وعاطف وزود شيخ وبني ملال وازم وكذلك قلع استغنى اكادير بوعشيبه وكيمدن اوزميز ايمنتانوت وتباينت وتنغير وكذلك قليميمه تساقطات مطريه غزيره محليا وعاصفيه خلال هذه الليله. خلال يوم الثلاثاء يتوقع ان تكون بعض الانفراجات الكثيره ولكن مع احتماليه دخول بعض الزخات كذلك وبعض الجبهات الممطره، تكونات رعديه حاضره على المرتفعات وكذلك مرتفعات الريف والجهه الشرقيه والشمال المملكه خصوصا على طنجه الرباط ببرد سيدي سليمان فاس تازا وكذلك كذلك وجده وتطوان والعرائش باذن الله سوف تعرفوا بعض التساقطات المطريه. الفتره المسائيه استمرار بعض الزخات الرعديه المتفرقه هنا وهناك، بالنسبه لاقاليم المملكه الجنوبيه ستكون اجواء صافيه الى قليله السحب باذن الله.